أهلا ومرحبا بكل الأصدقاء المشاهدين معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقاءك، برنامج شركة المشروعات السياحية. هذه الحلقة أيضا سنقدمها من نادي الشعب البحري، وبالتحديد من شاطئ نادي الشعب البحري، حيث ستجري هنا إن شاء الله مسابقة البحث عن الكنز، مسابقة الغوص. طبعا إذا أحببتم أن تعرفوا أكثر عن هذه المسابقة وعن الشروط للدخول إليها وعن الكثير مما يخفى عليكم في هذه الرياضة الرائعة، ما عليكم إلا أن تتابعونا في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا. أن المشاهدين، رياضة الغوص رياضة بحرية غامضة ومثيرة، طبعا لا أحلى ولا أروع من أن تنزل إلى عمق البحر وتعرف ما هو الموجود هناك، وخاصة إذا كان هناك كنز. طبعا حتى نعرف أكثر عن هذه الرياضة من المختصين، يسعدنا أن يكون معنا السيد علاء الدين عبد الجليل. كيفك أستاذ علاء الدين؟ حضرتك مدرب غوص؟ علاء الدين عبد الجليل مدرب غوص دولي، 3 نجوم في الاتحاد الدولي. 3 نجوم كيف يعني؟ خدمة إكسبريس؟ لا، أكثر شوي. الاتحاد الدولي بيصنف المدربين والغواصين كل واحد بعدد النجوم اللي عنده. اعلى درجه عندنا اللي هي 3 نجوم، واللي حصل عليها مستوى العالم 47 مدرب. انت واحد منه؟ كنت رقم 21. رقم 21. طيب شو بينادوا لكم تلاميذك استاذ؟ كابتن. طيب كابتن علاء، بدي اسالك، الغوص بالكويت لحد هلا كيف اقبال الشباب من الجنسين رجال ونساء على هذه الرياضه بالذات؟ حقيقي القضيه دي مثيره جدا ولفتت نظر او انتباه للاتحاد الدولي والجمعيه الاهليه للمدربين الغوص، لان مقارنه بكثافه السكان في الكويت، فاحنا كمدرسه البوقه كمعهد البوم للدراسات البحريه خرجنا لغايه دلوقتي من بعد التحرير 3400 غواصه. ما شاء الله، كلهم كويتيين؟ تقريبا 85% منهم كويتيين وكويتيات. ايوه. طب احكي لنا اكثر عن الكويتيات الغواصات. احنا يشرفنا طبعا ان خرجنا في المعهد عندنا اول مدربه غوص خليجيه، وهي الانسه ريم محمد الخالد، وشغاله في وزاره الخارجيه، ودي من افضل الغواصات وافضل المدربين المتواجدين النهارده في المنطقه العربيه. والحمد لله المعهد عندنا خرج اول مدرسه عربيه واول مدرسه خليجيه. اول مدرسه عربيه عندنا الكابتن اميمه الفلاح، اول مدربه عربيه الكابتن اميمه الفلاح، واول مدربه خليجيه الانسه ريم الخالد. طيب هذا بالنسبه للغواصين الموجودين في الكويت. المشاركه في مسابقه الغوص الاولى بالاشتراك مع شركه البومارين لتعليم الغوص، كيف المشاركه على هالمسابقه البحث عن الكنز؟ اسمها كتير حلو على فكره. هي عموما البحث عن الكنز او البحث تحت الميه ده شهاده او دوره من الدورات التخصصيه بالنسبه للغواصين المتقدمين، واحنا هنا بالمنطقه دي بتتميز ان الرؤيه معدومه شويه، والمسابقه دي فيها لون من الوان التحدي والاثاره، وده اللي مشهور بيه الشباب الكويتي او الغواصين الكويتيين. والمسابقه طبعا هتبقى عباره عن ان احنا بنحدد منطقه مساحتها 100 في 200 متر، هيتحط فيها 3 كنوز. الكنز الاول مكتوب عليه رقم 1، الكنز رقم 2، الكنز رقم 3. بيتقسموا الغواصين لمجموعه من الفرق، لغايه وقته تقريبا حاليا عندنا حوالي 18 فريق من الغواصين بينزلوا تحت الميه بيدوروا على الكنز دوا. وطبعا شروط من شروط المسابقه المهمه جدا انه من ساعه ما يبدا الدايفنج ممنوع ان راسه او اي جزء من جسمه يخرج بره الميه الا لغايه ما يطلع بره الميه. طبعا زي ما احنا عارفين ما فيش شوارع تحت، فالغواص لازم يكون شاطر جدا في الملاحة، ازاي يستخدم البوصلة، ازاي يستخدم الملاحة الطبيعية. والمنطقة دي بتثبت هنا جدارة الغواص، وفعلا الغواص اللي هيقدر يفوز بالجائزة دي معناه ان هو غواص جدير بالدرع وجدير بالكاس. وانا هنا يعني بطلب الغواصين ذو الخبرة ان هم يشاركوا، عشان الغواصين الاقل خبرة منهم ان هم يتعلموا. طيب وجديرين بالكنز ايضا صح؟ لا، هم جادرين اكتر من الكنز بصراحة. على العموم السؤال هلا انه هل هناك خطورة على هل هناك خطورة على المشاركين والمشاركات، بما أنه طبعا هي التجربة الأولى من نوعها التي تقام بالكويت؟ أولا فندم أنا أحب أوضح حاجة جدا قبل ما أكلم في حديثي. رياضة مياه الخليج أو مياه الكويت مياه أمنة جدا، وما فيش فيها أي حاجة تمثل خطورة لا على السباح ولا على الغواص. تاني شيء، رياضة الغوص دي رياضة أمنة،
والخطورة اللي تتمثل في رياضة الغوص اللي ممكن تنجم عن الغواص أو تصرفات الغواص لما يخرج عن حدود وإمكانياته أو قوانين الغوص. طيب أنت ذكرت القوانين، أنا في سؤال مهم جدا باعتقادي، حضرتك قلت أنك كابتن بناوي، رخصة ناوي، هل هي مثل رخصة قيادة السيارة؟ يعني خلاص اللي بتعلمها ممكن تصير بالنسبة له طبيعية جدا، وشو الفرق بين ناوي وبين بيزاكو اس اس واني اللي سمعنا عنه؟ أولا يا فندم أنا طبعا أحب أوضح حاجة بسيطة، أن اللي أنشأ الغوص كان اسمه جاك إيف كوستو، وده كوندان فرنسي، وده أسس أو كون الاتحاد الدولي للغوص اللي هو السيماس. بعد ما كون السيماس نشأت عنه منظمات كتير، فنشأت الجمعية الأهلية لمدربين الغوص في الولايات المتحدة الأمريكية اللي اسمها ناوي. بعد كده كون مجموعة كبيرة من المنظمات الخاصة زي بادي أو سكوبا سكول انترناشونال اللي هي اس اس اي، بيزاك ده فرع من السيماس. الرخص دي كلها رخص دولية معترف بيها على مجال العالم كله. أي غواص بياخد أي رخصة من حقه إنه يغوص في أي مكان في العالم. وبالنسبة لطبيعة الغوص، النهاردة أنا أحب أطمن سيادتك إن الغوص بيبدأ من سن 12 سنة لسن 70 سنة، والدليل على كده إن إحنا عندنا غواص كويتي عنده 63 سنة اللي هو بسم الله ما شاء الله اللي هو الأستاذ طارق البراك، وده حصل على شهادة ماستر سكوبا امبارح وسافر النهاردة على الغردقة، فده يعني معناها إن الغوص فعلا آمن وممتع يعني. طيب حتى الآن استعداداتكم وظروف الاشتراك، يعني حتى الآن كيف الإقبال من حضرتك؟ قلت في حتى سمعنا أنه في أطفال يعني بعمر ال 12 سنة. والله يا فندم بالنسبة للجونيور للأطفال الصغيرين إحنا شروط المسابقة إنه ما يقلش عن 16 سنة، فللأسف المسابقة الأولانية دي مش هنقدر ناخد الأقل من كده، لكن إحنا عندنا إقبال شديد على المسابقة وروح تنافسية عالية، وأتمنى إنها تكون روح رياضية إن شاء الله. وبالنسبه للاستعداد احنا طبعا زي ما قلنا بنحدد المنطقه بتاع نادي الشعب زي ما واضحه قدام سيادتك هنا، مساحتها 100 ل 200 متر، وان شاء الله الكنز مش هنحطه الا يوم الجمعه الفجر، وهيحطه مندوب من شركه البوم ومندوب من شركه المشروعات السياحيه اللي هو الكابتن فهد الجمعه، وانا طبعا ان شاء الله بنحط الكنز ده يوم الجمعه الصبح ومش هنقابل حد لغايه السبت. طيب في جهات ثانيه مثلا امنيه مشاركه في هالمسابقه مثل خفر السواحل او غيرها؟ والله يا فندم يشرفنا جدا ان بيشارك في هذه المسابقه وزاره الصحه متمثله في فريق الغوص لديها اللي هو في اداره النقل في اداره الخدمات البحريه، وبيمثلهم الربان احمد الهزيم، وهم مجموعه من الشباب الممتازين جدا في وزاره الصحه، وعددهم تقريبا 6 غواصين، وهم دول اللي مشاركين معنا في هذه المسابقه، وان شاء الله تمر المسابقه بسلام وما نحتاجش خدمات امنيه يعني. نتمنى طبعا انه تمرق هذه المسابقه مو بس بسلام وانما بكامل المتعه والترفيه والتسليه لكل المشاركين، وان شاء الله يجيكم طلاب اكثر ويقولوا لكم حبينا الغوص حابين نتعلم وناخذ رخص من عندكم. شكرا لك. شكرا يا فندم، واتمنى اشوفك تحت الميه ان شاء الله. ان شاء الله، مع السلامه. اصدقائنا المشاهدين، إلى كل المهتمين بالمغامرات والغوص، ما عليكم إلا المشاركة معنا في مسابقة البحث عن الكنز تحت رعاية شركة البوم مارين والتي تنظمها شركة المشروعات السياحية، وذلك في نادي الشعب البحري في يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس 96. طبعا هذه الدعوة لجميع محبي رياضة السكوبا دايفينج. أما شروط الانضمام لهذه المسابقة فهي أن يكون حاصلاً على رخصة غوص دولية سيماس، بادي، بيزاك، نادي و اس اس 1، أن يكون آخر تاريخ غوص لديه لا يزيد عن مدة 20 يوماً قبل المسابقة. يمنع الاشتراك بصورة فردية، ويجب أن يكون المشتركين على الأقل 2 غواصين. أن يدفع رسم اشتراك قدره 10 دنانير غير قابلة للاسترداد، علماً بأن الشركة سوف توفر معدات غوص لإيجارها يوم المسابقة لمن لا تتوفر لديه المعدات نظير أجور رمزية. لمزيداً من الاستفسار اتصلوا على مركز المعلومات رقم التليفون 5620627562045. والآن أصدقائنا المشاهدين، ما رأيكم أن نلقي نظرة سريعة على جديد المشروعات السياحية في الحدائق؟ أما عن جديد المشروعات في الحديقة السياحية التابعة لشركة المشروعات السياحية، فإذا كنتم مهتمين بالأكلات الشعبية الخليجية والعربية وتحضيرها، فما عليكم إلا حضور مهرجان الأكلات الشعبية الخليجية والعربية، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس 96.
علما بأن رسوم الاشتراك نص دينار للطبق الواحد، وتسلم الأطباق المشتركة يوم الجمعة 30 من شهر أغسطس 1996 في تمام الساعة 7 مساء، وآخر موعد للتسجيل هو يوم الأربعاء 28 من شهر أغسطس 96. وستشرف لجنة تحكيم متخصصة بالأكلات الشعبية والعربية على مهرجان الأكلات الشعبية، وسوف تعلن عن الأطباق الفائزة في الشكل وفي الطعم. للاستفسار اتصلوا على رقم تليفون 4345961 4349283. والآن أصدقائنا المشاهدين إلى جديد المشروعات السياحية على ملاعب الجزيرة الخضراء. من منطلق اهتمامها وتشجيعها الدائم للشباب لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة، فإن شركة المشروعات السياحية تدعو الأصدقاء من الشباب للاشتراك في البطولة الثالثة لكرة الطائرة الشاطئية، والتي سوف تقام في الفترة من 9 من شهر سبتمبر 96 وحتى 12 من شهر سبتمبر 1996 على ملاعب الجزيرة الخضراء. فعلى الراغبين في الاشتراك التوجه لمركز المعلومات التابع للشركة لملء استمارات التسجيل ودفع رسوم الاشتراك والتي تبلغ قيمتها 5 دنانير فقط، وذلك على فترتين صباحية ومسائية. وقد رصدت شركة المشروعات السياحية جوائز نقدية وميداليات ذهبية وفضية للفريق الأول والفريق الثاني، بالإضافة إلى كأس البطولة للفريق الفائز. بهذا أصدقائنا المشاهدين تنتهي حلقة هذا الأسبوع من نحن أصدقاؤك، برنامج شركة المشروعات السياحية. نتمنى دائما أن تجدوا في مرافق هذه الشركة المتعة والترفيه والتسلية. إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل، لكم منا دائما كل الحب.